سؤال تقول متى الناس تفهم إن ما لها دخل بأي أحد؟ هل في وقت وتفهم وتركز على نفسها أولاً؟ ما أعتقد إنه هذا الأشخاص اللي في هذا المستوى من الوعي راح ينتهون. هي هذه هي طريقة الحياة. وإذا حضرتي معاي جلسة عمر الروح تكلمنا عن أعمار الروح، في أعمار صغيرة للأرواح. هذه الأعمار الصغيرة مشغولة بالتقييد ومشغولة بالأحكام ومشغولة بالفرضيات على الآخرين، مشغولين كثير إنهم هم يركزون على الخارج ويركزون على الآخرين. بالتالي هي أزمة وعي، وأزمة الوعي راح تستمر في هذه الحياة عشان الناس تتطور وناس تعرف وين تروح. ومرات هذا الشيء يستفزنا عشان إحنا نكون أكثر وعي، عشان ننتبه، عشان نركز. النقطة المهمة في هذا الموضوع إنه كيف إحنا نركز على أنفسنا لما الأشخاص يجروننا لآرائهم وأفكارهم ووجهة نظرهم عننا. يعني لما شخص يقولك أنت صراحة لبسك مرة كلش يعني مش أنيق، أنت صراحة أفكارك يعني تعبانة، أنت صراحة يعني كلش يعني ما تعجبيني، أنت صراحة ماش فيك شيء مو طبيعي، أنت شوفوا، أنا دائما أعتبر إنه جزء من وجهة نظر الناس لابد إنها تسمع. أنا من النوع اللي أسمع عادي لأي شخص ينتقدني أو أي شخص يسبني أو حتى يشتمني، عادي أقدر أسمع وأقدر أحاول أني أكون في الكورنر حقهم وأشوف من زاويتهم شو يقصدون، إيش وجهة نظرهم، شلون كانوا يفكرون هم يقولون هذا الكلام، وشعورهم هم يقولون هذا الكلام، وأحاول أكون في مستوى وعيهم حتى عشان أستوعب وعشان أتطور. أنا ما أحب أني في كل مرة أنا أقول لا هم اللي بعندهم سالفة، هم الغلطانين، هم قد يكونون كلهم عندهم سالفة وغلطانين، بس أنا أحتاج ألتقط مرات بعض الأشياء. في نفس الوقت اللي أنت تبغى تقعد فيها في على قولتهم كرسي الحكم وتشوف نفسك كشخص متهم ينقال عنك كذا وينقال عنك كذا، في نفس الوقت تبغى ترجع أنت لكرسيك وتبغى تسوي مليون حاجز حماية إنه أنا لا أتشكل وفقا لوجهة نظر فلان ولا وجهة نظر فلان ولا وجهة نظر علان ولا وجهة نظر الجروب الفلاني، انه انا لا اسمح لاحد انه يغسل دماغي ويشعرني بالعار لانه هذه شخصيتي. لا اسمح لاحد انه يشعرني بالعار. يوم من الايام يمكن اقتنع انه هذه الفكرة غلط، هذا السلوك غلط، بس انا مقتنع بنفسي، مو لأنه أحد ضغط على زر العار عندي، مو لأنه أحد فشلني، مو لأنه أحد انتقدني وحسسني بالعار والتأنيب، لا، لأنه أنا اقتنعت بعد تفكير عاقل واعي أنه هذا أصح من هذا، أو هذا أنسب من هذا، أو هذا يتسق مع نسختي الحالية أكثر مثلا. وأعتقد أنه جزء كبير من ورطة الناس في مشاعر العار هي قادمة من أشخاص عندهم وجهة نظر عنك. أغلب الناس اللي يشعرون بالعار أو عندهم شعور العار أو شعور العار عندهم لازق أو متورطين فيه ومضغوط طول الوقت، هو قادم من الخارج، من شخص يقول لك هذا غلط، أنت تفشل، انت ما عندك سالفة، انت 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 انت. فكوننا احنا يعني نستمر ان احنا نسمع ونصدق هذا الشيء ونؤمن فيه، اكيد راح يدمرنا وراح يضرنا وراح يخلي هذه الازارير مستمرة. مرات على فكرة بعد زي ما نقول مستويات قبولك للنقد من الاخرين برضو هذا شيء مهم. أنا أعتقد أنه شيء مهم لتطور الحياة. يعني في أشخاص يقولون أوكي أنا أقبل أنه شخص مثلا
يقول عني انه انا مو لابس ملابس كويسة، اقبل انه شخص يقول عني انه انا شكلي مو حلو، اقبل انه شخص يقول عني انه انا دمي ثقيل، اقبل انه كذا، اقبل بعدين يجي خط يقولك لا بس انا ما اقبل ابدا 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 انه احد يتكلم على مثلا فكرتي. بعد هاي طبقات، يعني في ناس بيتقبلون هذا الشيء يتقبلون، بعد ما يتقبلون هذا الشيء. وهذا برضو دورنا ان احنا نطور انفسنا كيف ان نصعد درجة القبول، ان نتقبل عادي في احد ما عجبه شكلي، في احد ما عجبه لبسي، في احد ما عجبه فكرتي، في احد ما عجبه تفكيري، في احد ما عجبه اعتقادي، في احد في احد في احد في احد في احد. بس ان ننتبه للخط، الخط اللي نسميه الحدود، انه فيه خط اسمه حد، انه انت تجاوزت هذا الحد، وقتها يمكن احنا لازم نقول ستوب، ممنوع انت تسوي هذا الشيء، ممنوع انت تقول هذا الشيء، خلاص اسكت، ما يحق لك انك تقول هذا الكلام. مثلا لما يصل الموضوع ان شخص يبغى يشوه صورتك، يبغى يشوه سمعتك، تمشي بين العائلة تتكلم على قصة تافهة هي تعتقدها عنك، تروح للشخص اللي خطبك تقول له كلام عن هنا، خلاص انه الموضوع دخل حيز، انه ما عاد فقط وجهة نظر شخص، لا الموضوع تعدى الى انه في اضطراب عند هذا الشخص انه يحاول يخرب حياتي، فهنا لا لازم انا اتكلم، لازم انا اسوي شيء، لازم انا اتدخل، لازم اوقف هذا الشخص من حده، لازم اوريه الانياب والمخالب. بهالطريقة ان احنا نكون فهمنا الرسالة وتطورنا.